روح صباح الحب والأمل هذا روح الله وروح شعب تونس أكسيل المظفر الثاني من منفاه الباريسية المؤقت يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. ساعات كي تشوف مشاهد تشعر بالغبن والمذلة والمهانة وبالوجيعة وتشعر بالظلم، تشعر بحرقة معناتها لا توصف، حرقة عجيبة معناتها. نتفرج في التلفزة اللبنانية يحكيوا على لطيف العرفاوي. قالك لطيف العرفاوي لطيف العرفاوي لطيف العرفاوي شايفه هكا شايفه هكا شايفه هكا شايفه هكا من فوق صورش تعمل بوتوكس وهذا من فوق وشعر عامل هكا هكا ظهر جريحة جريحة جريحة. قلت هذه اسمها لطيفة التونسية، قالت لي تونيزيان كوم موا، هذه عندها نفس الباسبور انا وياها راه تونسي تمك في التلفزة اللبنانية تمك. أنا مش عارفة ليه، أنا مش عارفة ليه كل مرة عاوز أروح للعمرة بيرفضوني، أنا مش عارفة ليه والله العظيم. دي المرة التانية ولا التالفة عن أنا كلطيفة العارفة يرفضوني في العمرة. انا جاني غينا فوتخ وطب ما برشا ناس باش تتمليك على الزبي توا وراي مش بونتوات تعطيكم دي نو نو. انا نتفكر يا دو توازون ضرب تليفون واحد صديقي نعرفه صحابي، قال لي راه نحب نعدي لك شكون يحب يسلم عليك. قلت له شكون؟ قال لي راي فلان الفلانيه، راي لطيف العارف كلمتني ورانا نحبوك. ما بسلامة بسلامة كل شيء. عاود كلامي صاحبي قال اسمع يا جليل راهي وعدتني انا تمني كلتكم في الزب يا راه انا ما شو نكمكم انا مش بشوريكم نذلتكم هكا هو ما زدتش نفض انا جانا هنا. قال اسمع راهي قالت لي هذا يا جليل بالبدا برجولية نقفوا معاه ونعاونوه وهو يستحق المعاونة وكل شيء وهذا دورنا وكذا. قال لي ابشر انا ضحكت في قلبي نعرفكم كلنا ياك. ولم ياتي لا مدد لا اعلامي ولا ارتيكل ولا ان تويت ولا مثلا اورديناتور جديد ولا رب كاميرا ولا دير ربحك مش رمي مش متمع تاع دير ربكم راه انا شنو سببني كان حياتي اني مبذر. زوجتي الاولى تحكي مع اصحابها عودتها لي يحكي ويحكي قلت لها مون ماري على تحكي علي انا قال مون ماري اللي تي تري ديبونسي مصروف جي برشا اما حاجه بركه ما نجمش نحيا له. حياتي اللي عديتها معاه اعطاني حريتي المطلقه واحلى حاجه نجم يهديها لي الحرية. جو سوي با ماتيرياليست باش فهمكم درجة النزالة. راهي عطات للغنوشي كلهم عطاو للغنوشي ومشاو تصوروا مع الغنوشي ما اللي تمثل في نسيبتي العزيزة ما انا نكرهها سي باغراف خاطر ما في بوكو بليزير مشات تصورت مع الغنوشي كلهم مع الغنوشي اك الممثل اك الاخرى هذاك شي تسمى رب وعسيله مشى كيف كيف اللي مثل مرة في سيري تونسية بحار هو عنده برشا فلايك وكل شيء وما خوين جاب قول على ربه كلهم يتصوروا مع كلهم. انا ما نجمش نعمل عمرة. كيفاش تعمل عمرة هذي مي اللي اسمها تعمل تاع البورنو مشيت عملت عمرة مي واحد اخرى عداوها اسمها مي شي بلوكوا مشيت وجوههم كيف انت تونسية والتونسي رخيص او لا يكون ارخص من الشعب التونسي. وباش نقول لكم علاش توريه هذه مقدمه بسيطه او تو باش نفضحكم لا جي باسي و سيريو اما نكمل سبي الشعب رخيص ويعاون العدو يرى العدو قوي يمشي مع العدو وقتاش ينقض العدو وقت العدو ضعيف معناتها انت جبان انت ما ديم انتم التوانسه واقفين على القوي. هاي سيديه ها باش نعطيكم توا تصويرة سوريا تعرفوها سوريا ولا باه من هي الأطراف المتصارعة في سوريا؟ الأطراف الأجنبية ما نحكيش على السوريين، الأطراف الأجنبية اللي متحاربة في سوريا شكون؟
مش هعطيكم التركيبه. عندك من جهه العدوان العربي بما فيه قطر اللي متعاركه مع السعوديه ما يواصلوا في العدوان بتاعهم على سوريا. دونك العربيه السعوديه والامارات، العربيه السعوديه والامارات وقطر وتركيا هما لاعب اساسي في المذبحه السوريه وفي تدمير اركان الشعب، اركان البلاد السوريه. ما بقى فيها حد شيء واقف في اللعبه هذه. دونك نرجعوا العربيه السعوديه، قطر، الامارات، تركيا. وفي الشق المقابل عندك ايران وحزب الله والجيش السوري وروسيا. هذوما الجوز تركيبات اللي قلت لكم عليها مش يعملوا في سوريا، يتقاتلوا بالمدافع، وحرب كبيره، حرب مدمره مكلفه انسانيا ماديا بيولوجيا ايكولوجيا، كل مدمره. هذوز بلوكيت هذم يتحاربوا ويتقاتلوا في سوريا. يعني بوتين يتعارك هو وامير قطر بن تميم، مش يتعاركوا في سوريا عركة كبيرة، حرب كبيرة دموية، 10 مليار دولار في وسطها. في نفس الوقت هالنهارين تشوف ومازالت الحرب متواصلة، الأميرة متاع قطر اللي يتعارك مع روسيا في سوريا، يدمروا في سوريا مش بلادها، يمشي يزور روسيا، والرئيس الروسي يحل الباب نتاع الكهرباء نتاع الأمير قطر، يوري فيه يحلوا الباب، معتزلوا في الطحين، عبل يبيعوا الكراب وبيع لهم الاس 400 سوريا حليفتهم طول عمرها، التو ما عطاوه ال 400 اس 400 التو ما عطاوه هذا. قطر اللي تحارب فيك في سوريا بيع لها الاس 400 وكيف كيف باعوا للسعوديين. دونك يتقاتلوا في القحبه سوريا، كيما القحبه لطيفه العرفاوي تحب تمشي يعمل عمره وباقي يورثوا فيها وباقي ظليله ورخيصه، وتتكلم بالمصري انا مش عارفه ليه. ها باش تربطكم بها تو، عاد ما كل شيء مربوط ببعض وراه، انا سحار الزبي. الدول هذه تتقاتل في سوريا كيما يتقاتلوا في تونس راهو، اما البرة يتفاهموا ويعملوا لي مارشي. شفتوا روسيا تبيع متعاونه مع 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 مع, مع, مع تركيا، بورتون يتعاركوا في سوريا. روسيا بتعاون مليح وواقفة مع السعودية ضد كندا، بوتين وقف مع السعودية المجرمة الذباحة القتالة ضد كندا، لأنه لا يعنيه الشعب السعودي، هو يعنيه البزنس الفلوس، كما لا يعنيه الشعب السعودي ولا التركي ولا التركي ولا السوري ولا التونسي، ما يهمهمش فيكم. كل قال شنو علاقة هذا بتونس؟ أخي مش نحن في تونس مقسمين الزوز، جماعة جاية مع العربية السعودية والإمارات، وجماعة جاية مع تركيا وقطر والإمارات والسعودية وكل خرى العرب الكل. شفتوهم انتوما التوانسة ماكم مع فما جماعة لخسرتو الاخوانجية جايين مع تركيا باش تحب تغلب في سوريا، وجايين مع حزب النصرة وقطر باش تربح في سوريا ولا؟ هذوما بيدهم انتوما الاتراك اللي تساندوا فيهم يا توانسة وتعبدوا فيهم، والمثل التركي والتراك اخواتنا ويحبونا، وتبكيوا على الشعب السوري اللي ذبح فيه بوتين، وبوتين الذبيح ويقتل في المسلمين ويقتل في السنة. وبوتين بوتين اي بان بوتين اللي بوبوت صحاب بالبوس مش شايف، هو وتركيا وهو والسعودية. بالنسبة لجماعتي انا، الامارات والسعودية، الامارات وقطر والسعودية، العرب لا يمكن ان تأتي لنا منهم مصلحة، ونحن ماناش رجال وطحانه. الشعب التونسي يقود للاتراك في حربها في سوريا، ويز جاي مع الاتراك ويطبل مع الاتراك، في نفس الوقت اللي يطب يحارب فيهم سوريا، تركيا في سوريا، يعني روسيا، صحاب هما ويتبادلوا التجاره والبزنس ما بيناتهم، ونساوا حكايه الطياره الروسيه اللي طيحوها الترك ونرجعوا صحاب. هما صحاب ونحن قحاب. لحنا كورة بين ذكورة، وديما ناخذوا مع هذا ولا ضد هذاك، كلهم ضدنا. فسروا لي توما التوانسة تكرهوا بوتين علاش؟ خاطر يحرق في الشعب السوري، حسب رأيكم يا خويا هكا ولا؟ اشبيه بوتين
يسكر هو والاميره بتاع قطر هالنهارين، ويشتري من عنده في الصواريخ اس 400، منظومه دفاع جوي خارقه جهنميه يبيع فيها لقطر وللسعوديه، اللي هما قطر والسعوديه متعاركين، مش في سوريا، متعاركين على المنطقه، على ما على المرتبه رقم واحد في نيكانكم، في الركوب عليكم، في التكشف، في التكشف على كلاس بناتكم. اي عندي انا دوله تلعب بتونس كانها تلعب لي بكلاس بناتي. اما وينكم؟ انا ارجم من دير ربكم. انا كان جيت عايش في تونس، اما كل عام راني مشهور. اوي انا الغنوشي هنبدا نحي، كان جيت عايش في تونس بشرفي نوصل له بيت نومو، نمشي نوصل له البيت نومو. انتم ما تعرفوش رجوليتي راه، والله وروسكم لا تعرفوها، اللي قراوا في منوبه كليه الاداب في منوبه من عام 1984 حتى 1991 يعرفوا جلال بريك. وحدي فكيت ميتينج نتاع خونجيه فيه جي 3500 وحدي في كليه الاداب بمنوبه، خذيت طاوله وكرسي وبديت نخطب لهاشمي الحامدي والعجمي الوريمي وصلاح العجلاوي وكل رب رموز وعامر العريض كلهم يخطبوا، جيت انا وحدي نقام في كليتي محتلين ربها. رفاقي قالوا لي انت مهبول، اول مره ما مريناك ما نعاونوك، ما نجيبوا لك، قلت لهم جيبوا لي كرسي وطاوله، ما حبوا يجيبوا لي كرسي وطاوله. مشيت ديبارتمون دونجلي وك الزبابر اللي قراو انجلي نتاع تونس يموتوا عليا، خرجوا لي البنات طاوله وكرسي، حطيت ربة في البلوز نتاع منوبه بديت نخطب. ميم با دي مينوت، يعني اون فادير 15 مينوت، الناس كل جا البيتينغ ولا نتاع جلال بريك. وقحاب اليسار تطلب في الكلمه، ما عطيتهم حتى كلمه، ما خليتهمش يتكلموا. اللي يحب ياخذ كلمه نعطيه كف. وقت القبيله قلت لكم اجا نحاربوا، ما حبيش يتحاربوا، كيريتوني غلبتهم، جيتوا معايا دوك انتوما تخونوني في اول دوره. وقتها بدا الوعي نتاعي السياسي يولي بلو زيغيزي، انه ما فما حتى دير رب ثقه ممكنه في تونسي، لانه ميبونو ولد القحبه او لا يكون، لا بروف قعد على زب محمد عنده رب 15 قرن وهو يستحلى فيه. قال لي تو لكم ما عادش عندي منقول انا تو، دونك يكوروا في بلدانكم، يتعاركوا شر، يتعاركوا في تونس عندنا نحن، ويعملوا البزنس ما بيناتهم في ما بين بلدانهم اير، ويكملوا مع بعضهم اير. شوفهم، شوف تركيا صحابه وقطر بورتون يتحاربوا في سوريا. دونك الدم والحم والعظم وعينين الاطفال السوريين اللي تفقست قبل الاجل، الاتراك والقطريين شيخ يتعاركوا فيكم، يحرقوا في السوريين، وايور يفون دي بيزنس، يفون دي لارجون وغاز ودي بايب لاين، وتعدي لي بايب لاين، وتعدي لي بايب لاين، وانتم اقعدوا وانتم هذوما كي الطحانه. ها من انت مع امريكا ولا مع روسيا؟ انت مع امريكا والاتحاد السوفيتي؟ انت مع تركيا ولا مع قطر؟ انت مع تركيا ولا مع ايران؟ انت وشكون مع تونس يا موبنة النبي محمد الميبون؟ ايه جانا هنا فود دي بارتاج. انا قاعد نعمل في شهاده عليكم، باش انا نهار اخر التاريخ يقول نو الشعب التونسي كله ميبون، كله ميبون الا جلال بريك. صحابي باش يتغشوا، اي اعمل شو شو شو. اللي يقف مع جلال بريك راهو مش واقف على روحه، مش يدافع لي انا راه. انت كي تقف معايا وتبارتاجيني مش لي انا راه. انا كان جيت حاجتي بحاجه، راني قعدت نترهدم ونتبهدل كيفكم. وانتم من برشا منكم قلتوا لي يا جلال علاش تقول في الكلام تقول راك باش تمنع الاسلام، راك ضد الاسلام، راك درا شنو، علاش ما تقول اقعد كيما كانوا يحبوك قبل، وكي تاخذ سلطه احشيهولهم، ريتك العقليه تحبوا تفسدوني. انا مانيش رهدان، مانيش منافق، من نجم سي بلي فوق كو موا. في حياتي الخاصه جو سوي با رهدان ومنافق، ما نجم ما نرشفهاش. اتصور على بلادي، على شرفي، بلادي هي شرفي مش كلسوني. وانا عمري ما ناخو شفتو كي وقفت مع سوريا وحزب الله من الاول، انا عارف روحي راهو باش هذيك ايطاج مرحله، ومن بعد صاروخ هذاك ليطاج بتاعو يطيش، اون سو ديباراس بشويه بشويه.
خاطرنا كان من نهار الاول جيت ضد بشار الاسد، كيما الطحان حمل الهمامي اللي عليه الجزار في الايامات الاولى نتاع الحرب، سيتي با لا باش تضربه. تخمد المعركه اللي بينك وبينه الى حين. تحالف تكتيكي، تكتيكي مش استراتيجي، يعني انت مرحلي. Je pouvais pas, moi, frapper l'État syrien en même temps que les Arabes et les musulmans. Il faut protéger déjà le socle. Qui ne m'ennuie, ou que l'on ne sait pas, à quel fait c'est un nizam al-ba'af, et les bouts, bouts le Bachar, Hafez, ba'af le jaysh al-Souri en 1990, li harq l'Irak, wa sahama le jaysh al-Arabi al-Souri al-Ba'afi fi harqan l'Irak, ودكه بالمدافع والطيران كما فعل أجناد مصر جند كنانة المذكورين في القرآن، هم الذين كذلك دمروا العراق وشفتهم. والتو الصوت في وذنية يضربوا بالمدفع، يشبك الواحد الكابل بتاع المدفع بوب، وتسمع ضرب وهم ساروا هذا، يقول الله أكبر، ويضربوا فيه، يضربوا في إخواتهم السوريين المسلمين، لأنهم كل عبد، كل مسلم عبد أو لا يكون. أخي المسلمين هم عرب، مهم الأكثرية بتاع المسلمين هم أقحاب العرب، هم عبيد العرب، هم ورث تركة خلوها لهم جدودها. بنك حساب جاري نتاع فلوس نتاع حج عمرة، يا قحبة لطف العرفي لطيفة العرفاوي، أخي ذكرى، ضرب ذكرى، مش قتلوا دي الرب السعوديين. تونس لم تحتج، خاطركم مكمش بشر، ذكرى الخراب نتاعكم، القحبه ذكرى نتاعكم، يا وين الملايين؟ وين السرمان؟ برا ميت يا ذكرى في قبرك، انت والميبون المصري اللي خذيته اللي قتلوكم معاه السعوديين، قال وين زق امك القحبه؟ على ما سبيتيش بن علي وقتها يا ميبونه يا ذكرى محمد نتاع الزبي. قتلوها هي، قتلوا محمد العقيد، مئات التوانسه تقتلوا، با دونكيت، نورمال، نو سوم دي ميزولمون اي دي زاراب، دونك دي ميزولمون ارابيزي. Donc nous sommes un butin, ghanima, ghanima tarikhia, les dîn Mohammed, les dîn Momo, اللي خلاكم تساندوا في الاتراك، والاتراك تدمر في الاقتصاد التونسي، حتى الكرواسون اللي بعثوكم في البلاستيك يا رد القحبة. عروساتكم تو في العروسات ما عادش تلبسوا فوطة وبلوزة والزبدة نتاعنا نحنا، تلبسوا تركي، ترك 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 ترك، اللي كانوا عيطوا لكم عربان. وهما شنو يقصدوا عربان؟ يقصدوا امازيغ راه. اي نستاهلوا نستاهلوا، لطيفه العارفين مش عارفه ليه؟ وين اختك يا قحبه؟ شر 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 شر. سالو لي جو، بارتاجي بارتاجي، تو مي لوف اي بارتاجي، ام لا باج، انفيت تو تي زامي. ما كانش برا نايك.